FM. الكلمة ليك. احنا نراو انه الزيارة هذه تتنزل ضمن يعني ما اسميناه، انه نراو انه السلطة التنفيذية في تونس صحيح انه يرأسها رئيس حكومة حسب الدستور، ولكن هي في ذات الوقت هناك يعني حكومة اخرى موازية اللي هي رئاسة الحكومة. هذاك علاش تشوف انه الزيارة بتاع رئيس الحكومة مشى معها المستشارين بتاعه، ما معناها ما مش مع الوزراء بتاعه، بما يعني انه يوسف الشاهد يعني نأى بنفسه عن الحكومة اللي هي حكومة وحدة وطنية اللي هي حكومة ائتلافية تمر بالضرورة عبر البرلمان للحصول على مصادقة البرلمان، أقصاها من الزيارة واخذاء معاه ستاف تكنيك متاعه ولا جملة المستشارين، بما يعني أنه يوسف الشاهد يخاطب معناها إدارة ترامب معناها وجها لوجه وبصفته الشخصية كرئيس حكومة وكقائد لمرحلة معينة. الكلمة ليك.